أظن الشهرين كانت من الأحسن وقت للدراسة اللغة. I mean, ليس بالنسبة للصفوف. أظن تعلمت أكثر وعرفت أكثر من يعني المناقشات مع سواق التاكسي والمصريين في مدينة الطلاب. يعني بالنسبة لي أنا أفضل أن أتكلم مع الناس يعني بشكل فعلي مش يعني في الصفوف للدراسة. يعني هذا صعب شوية لي. يعني أريد أدرس اللغة العربية للكلام للمناقشة مع عرب يعني وأظن هذا مهم. إذن أخذت الفرص للكلام مع المصريين في أخذت كل فرصة يعني. لما رحت مصر كانت تجربة مختلفة يعني، عشان لما كنت في تاكسي تكلمت مع السواق وبالعربي وبالعامية ومش بالفصحى يعني، ويعني تعلمت كتير من الرجال في التاكسي، و يعني كمان لما رحت السوق تعلمت يعني زي عمل على السعر. أنا أظنت إن كل أماكن بالنسبة لي هي نفس الأماكن، بس الناس هم يختلفون. يعني زي الناس في إسكندرية مختلف من الناس في القاهرة، حتى في نفس البلد. والناس هنا في تكساس مختلف من الناس في يوتا. بسبب الناس التجربة مختلفة في كل مكان وفي كل أماكن. بالنسبة لي بعد هذا الزيارة في إسكندرية، بالنسبة لي من اللازم أن يروح أي شخص إلى مصر يعني. يعني في ثقافة عربية وفي مكان التاريخ والثقافة، ومن المفيد ومن اللازم أن يروح أي شخص اللي بيدرس اللغة العربية ولا الثقافة العربية ولا التاريخ العربية التاريخ العربي، من اللازم أن يروح لمصر. ولهذا السبب أنا سعيدة ومبسوطة أوي علشان كنت هناك وتجربت المكان.